إذا أخي المتتبع الكريم زول ما يدعنا بصحة لاباس، لا نتمنى السيد ربي أتيني بخير وعلى خير. إذا إخواني في هذه الأثناء أمطار غزيرة في الطريق السيار رابط ما بين الدار البيضاء في اتجاه خريبكا وبني ملال، فالحذر ثم الحذر لكل مستعملي الطريق. مستعملي الطريق الرابطة الطريق السيار رابط ما بين الدار البيضاء في اتجاه مدينة بني ملال أو خريبكا بالجعد، فالحذر ثم الحذر. فأنباء على أن هناك تساقطات مطرية في مجموعة من المدن المغربية وخاصة بالأطلس المتوسط، فنتمنى الحيطة والحذر. الإخوان اللي راهم في الجنبات ديال الويديان أو لا في الجانب السهول أو لا في السبع ديال الجبال فيحاولوا يردوا البال بزاف. حاول أنك باش ترد البال لأنك تكون تساقطات مطرية وبالتالي كتكون ما بات يسمى بالحملة. فأزول تنتمناو أي واحد يقول لي أش من مدينة وكيفاش هي الأحوال عندكم. يلا نحاولوا نشوفوا الحالة الجوية بناء على المتتبعين، كل واحد يكتب أش من مدينة وكيفاش الجو عندك. راه ربما بهذاك الميساج تقدر أنت توصل رسالة لواحد اللي بغى يسافر وبغى يعرف الطريق كي دايرة. فتنتمنى أنا غير في لي كومونتير اننا نتفاعلوا وبالتالي نعرفوا. انا براسي دابا ما عرفتش شنو واقع وانا مسافر، وبيني وبينكم بغيت ندوز على بالجعد كيف نسور ولكن ما عرفتش الطريق كي دايره. فانا براسي ما عرفتش الطريق دابا كي دايره ما بين بالجعد وكيف نسور. نعم مولاي بو عزة عبر مولاي بو عزة. فتنتمناو الا كان شي واحد معنا في الخط انه يعطينا الاحوال الجويه كيفاش دايره. طاقم شوف تيفي في اتجاه نواحي مولاي بو عزة اكلموس واخني فرام ريرت. فتنتمناو ان اي واحد طنجة مثلا، خويا عبدو قال لك بان طنجة فيها الشتا دابا تيفلت في هذا الوقت ان ما فيهاش الشتا. برافو. كاف نسور قال كاين ضباب في كاف نسور. أسير الماضي تحية ليك. أش من مدينة أسير؟ أسير الماضي أش من مدينة؟ فوزي قال لك طريق خاوية، ولا طريق خاوية ربما أن هناك تساقطات مطرية كثيرة قدامنا ربما. المحمدية الشتا رقيقة والجو جميل. إذا غتكون ديك الساعة حدا العمالة بخير تما شي قهيوة. باري مثلا، باري كاينة فيها الشتا في هاد الأثناء، ودائما المصدر هما الإخوان المتتبعين. مزيان الواحد يعرف، يلاه كل واحد يكتب لنا الحالة كاين فيش راه تما. إذا حيت نعرفوا الحالة ديال الطقس كيفاش دايرة من خلالك فربما غتعاونني. كما قلت لكم دابا حنا غادي جادين الطريق، مازال غادي نوصلوا للنواحي ديال مولاي بو عزة كاف نسور او لا اكلموس، وغادي تشد الشتا تما غادي يكون ظلام. فمثلا سيدي سليمان ديال الغرب، سيدي سليمان كاينه امطار في هذه الاثناء بمدينه سيدي سليمان الجديده. الخير موجود ولكن ما عرفتش اش من خير اللي موجود في الجديده، اشرح لي اكثر. اذا اخي المتتبع الكريم فسلام الله عليكم، هذه الاحوال الجويه هنا بالطريق السيار رابط ما بين الدار البيضاء في اتجاه بالجعد او خريفكا او بني ملال. فيقول الاخ العمراني عوده من الدخله طريق السلامه طنجه. يا طنجه لالا اميمه خصك دير شي لايف من طنجه نشوفوا الاجواء كي داري عندك. الشتا فين؟ الحمد لله لامية. فين؟ في أسفي. أسفي في الغرب طريق السلامة رشيدية. رشيدية أهلا صحاب الرشيدية وميد عنام. إذا نحاولوا نشوفوا. يلا الدراري كل واحد يكتب اش المدينة والأجواء كي داير الجو عندكم. يلا
أسفي الخير موجود، أسفي أمطار الخير في هذه الأثناء مدينة أسفي، جو ممطر في الجديدة، والمصدر هو خويا جمال الشرودي أو لا شاروب. أسفي خويا أحمد قال لك أسفي الخير موجود. واو ديما مغرب فوزية تبارك الله عليك، تحية أخت فوزية كتقول لك ديما مغرب. لاميا لاميا وي الحمد لله، تحية تحية للاميا. يلا يسمع دي سما زون سيدي ربي يعيفون، هاتيني لا ونظر الحمد لله كبريد النيلان كينكرن الدار البيضاء ابني من لال رد البال، لان الارصاد شويه دناخ يا هذه السيمانيه هذه لي شويه ونزار. نتمنى سيدي ربي هذه لي انظار الخير تيسير الفلاحه ان شاء الله، ما غيكسن وما تنخ يفلحن سق المعاناه نتسن دون زوم الحوسي ما امطار الخير. اذا في كل شيء اذا راه كاع مجموعه من المدن المغربيه فيها امطار، فهذا طنجة الحسيمة أسفي الرباط كازا واو برجين واو دراري كلشي شرك. تحية طيبة السي حكيم خويا العزيز مراكش مغيمة، إذا هي جاية الشتا إن شاء الله ناس مراكش الشتا. وي 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 الشتا موجودة في الدار البيضاء. فاطمة فاطمة الله يعطيها على قد النفع، الله يعطيها على قد النفع شي خطرة تنقولوا الله يعطيها على قد القوات كاع، كتلقاهم تشوف الأرصاد الجوية كتقول لك الشتا جاية، ووزارة ديال التجهيز أولا المنتخبين كتلقاهم ناعسين. مدير الفلاحي ومدير الفلاحي واشتا جاية الحمد لله. شي اغنية من عندك السي حميد، هادشي اللي قال رشيدية بن كروم اش نقول لك، يا شتا تا 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 يا ولاد الحراتة يا عمي بوزكري طيب لي يا خبزي بكري. ان شاء الله يوصلنا حقنا فين، غادي يوصلكم حقكم وندعيو على شلا امطار الخير في الشماعية. زيد سيدي زيد عام ان شاء الله يكون مدينة الجديدة جينا الجديدة ونجي نلقاوها وحيدة نجيبها ونجي وغير سير وانا غادي. الله يرحمنا جهة الشرق كاين الغيام، ولكن تنتمناو ان شاء الله حتى هما يعيشوا معنا هذا الاجواء. لاميا الحمد لله الحمد لله. عبدو خويا فكري يقول طريق السلامة أخي حميد، وأخويا عبد العزيز برباش أو لا براش يقول وفين غادي السي حميد. وحميد جيتي لكازا وجيتي معاك الشتا، تبارك الله على المزابي المزاب اللي ما بغا مزابي مزاب، تبارك الله عليكم الناس ديال الأكل ديال الكرم. فوزي فوزية فريد فريد اللهم بارك. أحمد طنجة الخير موجود، أوي 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 الخير موجود، إذا هنيئا لنا، ولكن تنتمنى إن شاء الله أنها ما تكونش أضرار بالنسبة لسكينة المغرب العميق. ما من مرة تطلبوا الشتا واللي حتى كطيحوا تبدا تتبكاو. حذاري ثم حذاري من القنطرة كدبة والحديد الرقيقة والرملة ترابة السيمة ترابة والحديد الرقيقة صيفطوا شي لجنة في دقيقة تدي كل شي للبنيقة. طريق السلامة تبارك الله عليكم.
اذا كل واحد يكسبهاش المدينه. تحياتي لك خويا حميد عبد العزيز. لالا فوزيه تبارك الله عليك، سمحي لي قالت لك اختي فوزيه، قلتي فوزي وراه سميتي فوزي ماشي فوزيه. العكس صحيح يا فوزي، العكس صحيح يا فوزي، فوزي يا فوزي. الله يعطينا غشتا بحال فوزي بحال فوزيه ياك. الله يرحمنا مراكش، مراكش مراكش الضبابه كاين عندكم في مراكش، الغياب كاين ان شاء الله. حتى انتم بغيناكم تعيشوا هذه الاجواء، علاش لا؟ الله يرحمنا. ناشفه فين؟ سميه فين؟ اش من بلاصه؟ سميه تحياتي من مدينه طنجه. طنجه كيف فيها الشتاء؟ طنجه فيها الشتاء. فاس مازال ما عرفت. سطات فيها الشتاء، الدار البيضاء فيها الشتاء. الناس ديال الاخوان خنيفره كيدير الاجواء في خنيفره. الناس ديال خنيفره مريرت حالات الطقس، عطيوها لنا عافاك. الناس دفاس. والسي حميد بصحة تدويشة ديال البارح. أنا والسي غشوي. قال لك غشوي كون خدمت هنا فابور. فاس قطرات قطرات في مدينة فاس. الرباط شوية عبدو قال الله يرحمنا شي أغنية عليها. نمشيو أسيدي واش بالشلحة ولا بالعربية؟ نمشيو بالشلحة، نمشيو بالشلحة. ويونو يونو وهذا ما يديت لنا نعم يلي يلي يا ويمامي قال حجي لي يونو 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 وهذا ما يديت لنا نعم. سير على رد البال. لا ماشي انا تنصور. احنا بعد واحد يتشدوا فيا احنا عاوتاني وحامد ماشي انا بالك انا هيدي ما تنسوق ما والو. وانا شطين دابا الشتا الحمد لله. الله يحيد الحقد بيناتنا والبغض بيناتنا. وراه كان شوف اخرها موت، والواحد بيني وبينكم يحاول يقلب على عائلته من المجتمع. حاول تفرض راسك في المجتمع، حاول تفرض راسك وتشوف خوتك من صحابك، وتشوف ناس اللي توقف معاك من العزاء من صحابك، ماشي من التفاهه ومن الروينه الكلامه. من مره كتلقى واحد عنده 20 صاحب ما عمرو تيسالي كاع، من الصباح هو مشغول مع صحابه، تيمرض غير ولدو ما كتلقى حتى واحد في صحابه اللي يقدر غير يديه للسبيطار. اذا المعشره ديال النبوبي بجعد والو. دعيو مع بجعد دابا تجي الشتا سيدي، علاش لا؟ الشرفه ديال بجعد. ما نجي فين نوصل بجعد حتى نلقى قطرات ياك. اذا كما كتشوفوا الجو رائع. الصدره ها هي غير تنهضر معكم ودار لها هذيك مراد النجار تبارك الله عليك. خويا حميد من الجديده قال لك سبريا واش راك في الداخل وباقي في الداخله؟ ما سخيتش في الداخله والله ما سقيت في الداخله، مازال تنشم الريحه ديال الداخله، ريحه التراب، ريحه الرمله، ريحه الصحراء. الماكله ديال الداخله هي اللي عندنا مازال عندنا. مازال هي الماكله الداخله اللي فكرش، لا ما كاينه والو في الداخل، قبيله من الطياره واحد كاشطون بحال العباسه. تاع ديك لاك باقي تاخد هكا ويفيقك من النعاس، كتاكلها تيطير لك النعاس، كتقول لكم ها خلانا نعسوا هذا كاع ما شبعنا ما. أمطار غزيرة في جديدة، يلا جديدة أمطار غزيرة في جديدة. الإخوان عطي عاودوا لنا عافاك على درعة تافيلات. طاطا طاطا كيدير الجو، يلا نشوفوا شي واحد. نقرا تعليقي وشكرا حنان، نقرا حسن نقرا علاش ما نقراش. شوفوا لنا طاطا بارتاجي الإخوان في طاطا كيدير الجو. الرشيدية أسرير الخربات تين جداد أنفقوا. يلا اكمل ان شاء الله تكون امطار خير في مجموعه ديال المدن المغربيه، وان شاء الله بصفر صفر حوادث صفر. وطات الحاج الحمد لله مازال عندنا شهر 8 هو تضمني هذا. تا قال الحمد لله، تا بغيت نقول امطار الخير، تا بغيت نقول امطار الخير، وللاسف الشديد وللاسف الشديد
الله يجزيك بخير. تحت شكرا. يلا نستمروا في التغطية العفوية. الشتاء والو في طاطا. برافو. احنا دابا شفنا الاخوان ديال طاطا تيتفاعلوا معنا. نشوفوا الاخوان القنيطرة فيها الشتاء. سير 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 عطيني عطيني شوف من هنا. فاس امطار الخير. هيا وصلت لفاس. سير عقاوية تحية ليك احسن واحد. عندي شفتي بيلا كايت الزبلاء تا هما. ما يخص غير ما يخص غير. امطار الخير الان ما شاء الله راه كاينه الشتاء. شكرا لجندي الخفاء سي الحسين اللي راه صايق ومكونسونطري مع الطريق. اي تبير دابا فين وصلتي اخي حميد؟ انا بالله يقول لي انت فين وصلت. ومازال ما طيحش ما يطيح الظلام في الداخله. مازال يسمون هذاك الجو غير في وايا ودعريش. مرحبا بك اخويا حميد فخوري بك تنحبوك حتى انا تنحبكم. وهذه مما لا شك فيه ومما لا شك فيه. يا ويكي خغلي بالسلاخ وما غلي دوب لذر ووي وي وذا سلو وما ذغل وين حب ويلي لا يموت بوانا ولا سوسي خوان سقوب يخغلي بالسلاخ ما بغلي دوب لذر وي 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 وانا سالو وانا دخل وين حبو الشتا كطيح وكلنا ناشطين الحمد لله فعلاش لا نعيشوا هاد الاجواء الرائعه العائليه علاش لا مع الاخوه متتبعي قناه شوف تي في. شوف تي في مدرسه شوف تي في مراه الواقع شوف تي في. الحمد لله أن بالفضل ديالها وصلت دموع ساكنة المغرب العامر. ما من مرة والله العلي العظيم إلا أنا اشتغلت في هذه القناة 10 سنين تقريبا وصلت لبرج جبال كانت إمبراطوريات كانوا وكان الغني وابنه وحاشيته أن تيعتبر كاع ذاك المحيط كل وكأنهم عبيد. الحمد لله أن بالفضل ديال البارطاج ديالكم وصل الضوء وصلت المحنه وصل الاخاء التعاطف ديال المغاربه مع مع معكم اللي ساكنين برج الجبال. فناس اللي عندهم الوطنيه في الدم ناس اللي مساكن بغاو يديروا حتى مشاريع الدوله بغات دير عندهم مشاريع سياحيه والاعراف والتقاليد ديالهم ما خلاش دوك المشاريع انها تكبر. علاش؟ لان تما حشومه ان تشرب عنده اتاي ويتخلص منك. برج الجبال حشومة تدخل تغدى عنده ويتخلص منك. أنا داير الصمتة وادير الصمتة راه داير أنا هادشي اللي حاضر دابا أنت وسير الله ينجحك في الكونكور ديال البوليس ديال لا سيركيلاسيون قول أمين سير الله فهمتي. إذا الناس اللي مساكن اللي مور الجبال والدولة الدولة بغات تعاونهم غير يديروا مثلا إقليم خليفرة إقليم خليفرة تسدات فين مندوبية السياحة كاع هيا قلمامه الارز العالميه الطبيعه هاتي قلمامين عين مربيع هيا رقو فهمتي. ولكن سدات المندوبيه السياحه كاع الاعراف والتقاليد البلاد اقوى من ما هو مادي. كتدخل عند شي واحد تما تقول له عافاك واحد برداتي الا تخلص منك ازوار تما. الا الواحد باع الحليب عيب الحليب تما ما تيتباعش مور الجبال تيتعطى. اذا دائما شكرا انكم في المحنه تعاطفتوا مع هذه الشريحه عندك يا الكبير تعاطفتوا مع هذه الشريحه وخاصه في الزلزال في كوفيد وحتى دابا بغيت اي واحد تيعجبو الجبال ولا تتعجبو يمشي يشوف الثلج يتصور مع ولادو. يا 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 ناري الدراري الرؤية غير واضحة. أبا بصحتي أبا 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 بشيني بغيتي تمشي تصور مور الجبال سير مزيان ولكن دي ديك الجاكيطة اللي ما بقيتيش كتلبس
دي داك السروال اللي ولا صغير على ولدك، دي داك الغطاء اللي مشرك انت ما غير غادي تلوحوا في الدار لا غير مكمش، وحاول حيت تدي هاد الحوايج باش تديهم موسخين، حاول تحددهم وطويهم باش حيت تعطيه مسكين هو داك الكادو اللي انت ما عندك ما دير به تيبان له هو كبير. دابا في اوروبا كتلقى الحوايج حدا الطوار والزبل، ولكن كتلقاهم مستفين محددين ونقيين وفيهم الريحه باش انه ما تيحتقرش منك حيت يعطيك سروال موسخ على اللعب الزبله، هو تيقدو تيعرف بان راه واحد اخر خاصه هذيك البياسه اللي انت ما عندك ما دير بها. ايوا نشوف التعاليق ديالكم. تحياتي خويا العزيز ايميل شيد، وما يتقاسوا انت دينا ايميل شيد يستهنا ومن يحيزون اي ايميل شيد تهنا كل شيء بخير راكم يحفظ ربي. يلا معلومه قصرا كوبريد سير على الله. نشوف التعاليق ديالكم يلا. سي حميد والله يعطينا الله يعطينا ويعطيكم شي حجه ان شاء الله. شنو ان شاء الله خويا رشيد علاش لا؟ واش عندكم الشتا؟ امي امي اش قال لي هذا؟ مشغول حالين معذورك مشغول نيت داكشي باش مع ها الشتا. دراري تنشوف 10 ديال التعاليق كل واحد يعطيني المدينه وكيدير الجو تما عاد غادي نهضر. اذا تحيه فاصل وسنواصل. نشوف التعاليق. الفنانة رشيدة بن قروم، تحية لأختي الفنانة رشيدة بن قروم اللي كتسلم عليكم وكتقول لك معاكم أختكم الفنانة رشيدة بن قروم. واصلي راعك الله لا لا الله معك. كي داير الحجم كي داير الحجم عندك تمشي لبصلة بالرعدة، راه واحد صاحبي تما تيبيع البصلة. بطاط الحج في غنتغداو ايوا خايب وتنشوف الدراري يقولوا لنا في غن اخوان يلا فين دابا غادي تتغدا دابا الى جاك الجوع خويا يبقى ولا تلبس عاد؟ تمشي بالشعر واتساب شوما دابا اخوان يلا يلا تعاليق تعاليق نشوفوا انا واتساب دابا حنا شنو بقى لنا هنا دابا؟ الاخرين بقاو واتساب وغادي نرجعوا لمولاي بوعزه. ايوا من تال الواتساب الله اعلم. ايوا شوف الناس غايقولوا لك دابا طلبتي منهم دراري دابا حنا في لوطوروت عندنا خرجه هنا لخر يبقى وعندنا وحده الواتساب وعندنا دبشعد. فين كتقترح عليا تقول لي حميد سير سير تقدر تغدى. يلا نشوفوا الناس ديال بجعد واتساب خر يبقى. بلاد الخيرات وبلاد البترول وبلاد خر يبقى. فوسفار. يا الفوسفار تغدى في تطوان شكرا مرة أخرى. سميت الشهر أنا نتغدى واي خليل أصوات واي خليل أصوات واد الدوخ القيض واد ورجوك ذخيشة ماشي أنا معاك عمرها تغدينا في الوقت قال خريبقة واتزم جيل ثلاث الاولاد لا بعيده سير سير فين سير ديك فيني سير لمراكش الله ودي يا الله ودي هاد صحاب هاد القاوي هادو ديال مين ابراهيم وهاد الشيء هادو غاضب واتزم عشت واتزم اللي بحي حايا واتزم حي حاجه على اخر يبقى فين غادي واش بجعد واش واتزم واش اخر يبقى اللي قلتو خريبقة حوت فين كاين هذا مول الحوت؟ على شي لا والو حتى السوالم لا ما دايزينش على حتى السوالم ما
حسوسن لا لا مرحبا بك فاشفي الله ودي اختلامي الله يحفظك عزيز باحو تحياتي الغالية الله يحفظك ايميل شير باواي غري راس وما اللي غتشيخ واتزم بان ياسين الواتزم غنلقاو ديك الشوايات وداك الشيء بعدا عزيز باحو ورقم سري واتزم ايميل شير ما غاتشخك ايميل شير وما ريشوه لا يا 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 ايميل شير ويمنى وطرع غيره لا ما تنسوكش انا لا ما سايقش السيد اللي سايق ماشي انا ماشي انا انا ما سايقش وسعيد ودا يا ولا يا ولا يا ولا مغردي ويدي خف والو قال لك والو الاغلى ما كاين فين ناكلو هنا الله يرحم كاع الصوت ايوا صاي بلاش ولا يوي قواس وسمونا نوكي وي كان ورا ارضي وغليب ورا ارضي منه طويب ارسلان وبغلي دوخبه قواز وسمونا نوكي ويكر وربي يا ذواسي شغول الله ذي زوير ويوذي وسمون إرزادي يا وغزنيس ويولي عدي لجميلة كريد مر أسود مغاسي وبوليسي ذي بذنين عواس وذم غواسي وبوليسي ذي بذنين يصر ضيخة حبيبة ديقة وحبس ويا عساس الحبسات جي تزريخ وريخة وذعلوخة حبيبي نقلي ويحبس تلخي ربي ذا جنوذة وثمون ضيير ويا كذاوي حيث خوا من ووي ذليخ بقر اخبر مرحبا بيك فين سلام مراكش ياسين شكرا لك بربيك شاش من نشوف فين وصلنا لان راه ما عرفناش هاد البلاصه دابا انا شتا وقفت ما شوف بدينا نمشيو سبحان الله انت شوف الجو دابا كيدير الدراري مرحبا بك خويا حميد دار ترتاح في مدينة مراكش شكرا اخويا ياسين الله يكبر بك اخويا الله يحفظك الله يكبر بك بابا الله يحفظك الحايلة جينا وكلينا وشربنا ونعسنا وفقنا ومشينا ضربنا دورة في جامع لبنان السلمينية مراكش شكرا ياسين واحد يكسب باش المدينة باش تخرجوا خريب ياكلوا سيس تقصات خريب كاع تقصات مشات الى الواتساب واتساب ولا بجعل لا والو لا واتساب واتساب مشات
صافي تقصات دابا خريب قد تقصات اه دروش وهشام وياك تعذب ذي وياك تمحن ذي واشرع الله يا منى ومينا يا مينا بعد الزم من تنوامي واتزم اذا الغدا ان شاء الله في واتزم اييه شو واحد يقول بلاصه زوينه ديال الماكله ماشي بلاصه مزيانه في واتزم الدراري شي بلاصه الشتا عاوتاني في هاد النواحي الاخوان العقاوي بشحال هادي مشيتي للزاكوره اه بشحال هادي راه بيني وبينها بيني وبينك شي عام وحنا مازال ما تغدينا غا سكت راه من الداخله كازا كازا حنا شادين الطريق لا واتزم شرفاء واتزم ومج وقيد كمال كفاف مات بالملحة والجفاف ويلي خويا ويلي ويلي إجرام سلامة السائق ألا راه يرى بصحيح عبدو أبو عزيز دابا شافني دير حزام السلامة وسمعت تقول ديك تيت 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 اش قال لي خويا عبدو قال لك خص السائق يدير حزام السلامة زعما راك داير وحامد شحال مازال الواتساب 20 كيلومتر زعما راه حامد راك داير الحزام والحزام تيغوت اذا نقول الشيفور ديال الحزام لا راه اللور حاطين الباليزه والورديناتور جابلو الله الحيله راه كاينه شي واحد جالس وما دارش كلام الروبو دابا اللي حقاتو الباليزه اللور طلع حميد ورش وريك حميد وريكا سي حميد في الله اخي اخيك في الله الله يعطيك العز شكرا اخويا العزيز شكرا اخويا العزيز حميد مصطفى بن بشان مصطفى قلناش من قهوه فين نقدروا نتغداو مصطفى اه واتزم دابا حنا لا واتزم اه في واتزم مصطفى بشان هذا جو عائلي في هذا البرنامج العائلي خويا عبدو قال لك اجي لتاد لا مرحبا بك اي داخل قول خدا الجوع قال كاين الشوايه في الطريق الرئيسي في الشارع الرئيسي ديال واتساب ماشي ديك الشارع جيت على تما مرة شفتها ها؟ كنت في المارشي تما ما عجبنيش انت زرعات جيت منا خويا حمزة زرعات في الجرنة داك الملف ديال المحا ديال ديك المقاطعة اللي شعلوا فيها العافية كل واحد يكسب لي المدينة اللي راه اللي راه منين كونيكتي معايا والمدينة اللي لقيت فيها أكثر عدد المتتبعين في هذا البرنامج هي اللي نزور إن شاء الله في القريب العاجل يلا سير على الله
اون فرانس. كريم راه فرنسا مسكين، ولا يجيبك بخير اخويا كريم. شتي كاين شي شويه في الشارع حدا شويه؟ ما عرفتش شنو، ما كاين ما نعرفش. تقطع كوس وداك الشيء كاع ما عنديش معاه. عملات صفرو. طفلية هذي. طفلية. منزل عملات صفرو. تبارك الله عليك خويا حميد الإعلامي رشيدة ولا رشيدي رشيدة. أختي رشيدة بن كرو. تبارك الله عليك خويا حميد العقاوي الإعلامي المتألق، الله يحفظك. الحمد لله الله يعطينا على قد فعلا راه واقفة دابا هنايا الشتا. كريم خويا العزيز الله يعطيك الصدر. الله يرحمنا بالشتا في هاد الوقت خاصنا الشتا. وربي يستحق الدعم. نعم تستحق الدعم. بيت عطاب فين جات؟ بيت عطاب. بيت عطاب جاي شلاحات تا هو. فين؟ شلاحات تا هو. الصحراوات. ماستر فين جات بيت عطاب؟ تعتاب وحالها. بيت عطاب هاي تعتاب. كاينه الرعدة ليه؟ راه البرق صعيبه ليه؟ فازينال اي تعتاب. فازينال اي تعتاب. راه قلت لك ديما ما كتسمعش ليا. انت كنت لي في السكره ليا الفوق. لا ولكن كيتعتاب راه ما سمعتش ليا تعتاب. والو الشتا ما طاحت. شوف الشتا كاينه في كازا في خريبكا تقربنا لخريبكا وقفات. خريبكا فيها الفوسفات ما تحتاجش. إخواني تبارك الله عليكم، برنامج اللي حاولنا باش نديرو بكل عفوية حول حالة الطقس، حالة ديال الطقس، كما شفنا أن الحمد لله، الحمد لله أن أمطار الخير عمت في مجموعة من أرجاء المعمور، فتنتمناو أنها تكون أمطار خير إن شاء الله، وسلم، والله يكون مع سكينة المغرب العميق اللي كتدعي للشتا وتخوفة نظرا للبنية التحتية اللي كتعيشها، فتنتمناو نديرو يد في يد. كحكومة كمجتمع مدني كمسؤولين باش أننا نبدا نوقفوا في المحن تاع الناس. راه كنشوفوا بأن الثلج تيطيح في نواحي ديفران وخنيفرة ويمين شيل تيطلعوا الناس ملي كاتكات تيتصوروا ويستمتعوا بدوك اللحظات، ولكن تنتمناو يحسوا بالناس اللي راه ساكنة تما. إلا كنتي طالع دي معاك مؤونة، دي معاك شي حاجة اللي تعطي دوك الدراري، دي معاك الحوايج اللي ما بقيتش كتستعمل، دي معاك شي حاجة تقربهم ليك ويعرفوا رغم البعد الجغرافي فالمغاربة من الخصال ديالهم أنهم قلب على قلب. تحية لكم وتبارك الله عليكم. أنا بعدا والله ما سخيت بكم. تحية.